كل مشاهدي قناة الأهلي، طبعا برحب بيكم بحلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. بكرة إن شاء الله نادي الأهلي أكيد هيقابل فريق الإنتاج الحربي في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. المباراة دي إن شاء الله هتقام على ملعب السلام الساعة 9 مساء. النادي الأهلي كان طبعا فاز الأسبوع اللي فات على فريق حرس الحدود بهدفين نظيفين أحرزهم وقتها صلاح محسن وعلي معلول من ضربة جزاء. طبعا زي ما أنتوا عارفين النادي الأهلي طبعا هو المتصدر دلوقتي لجدول ترتيب أندية الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقط كلهم من تعادل واحد، ثلاث انتصارات متتاليه كمان. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله الاهلي هيكون مستمر في انتصاراته وهيتصدر الدوري في طريقه للحفاظ على اللقب للنجمه 41. ده طبعا غير النادي الاهلي ان شاء الله مشواره في الدوري. والكلام على مشواره في الدوري انا عايزه اتكلم في موضوع بقى تاني خالص، هو موضوع محمد صلاح وحفله توزيع جوائز الافضل في اوروبا واللي اقيم امبارح في موناكو في فرنسا. زي طبعا شفنا وتابعنا كلنا ان لوكو مودريتش هو اللي فاز بلقب افضل لاعب، وجي بعديه كريستيانو رونالدو في المركز الثاني، صلاح جه بعديهم في المركز الثالث. بالتاكيد طبعا ده شرف كبير جدا لصلاح ولكل المصريين ان احنا عندنا لاعب بيتوج ما بين عظماء الكوره في العالم. لكن في بقى حاجه ثانيه برده حصلت على هامش الحفله دي خلت الناس كلها تتكلم، وطبعا الجرايد كمان كلها تتكلم. الجرايد الانجليزيه ما سابتش الموقف ده يعدي، هو سيرخيو راموس بعد ما استلم جائزه افضل مدافع في اوروبا وهو رجع للكرسي بتاعه اللي كان في الصف الثاني كان ورا محمد صلاح، كاميرات بقى جابت سيرخيو راموس وهو بيحط ايده كده على كتف محمد صلاح. المشهد ده طبعا كان مستفز جدا لناس كتير، في ناس كتير وجرايد كتير جدا اتكلمت عن الموضوع ده وكتبت عليه وقالت ان سيرخيو راموس كان بيحاول ان هو يستفز محمد صلاح. على سبيل المثال صحيفة الديلي ستار الإنجليزية كتبت في منشات تعليقا طبعا على الفيديو ولقطة سيرخيو راموس وهو بيحط ايده على محمد صلاح، كتبت سيرخيو راموس يلمس كتف محمد صلاح بعد استلامه لجائزة دوري الأبطال. كمان قالت ان سيرخيو راموس حاول ان هو يستفز محمد صلاح لكن نجم ليفربول ومنتخب مصر ما التفتش خالص للحركة دي وما كانش ليه أي رد فعل. وكمان قالت ان المشهد ده استفز كتير جدا من جماهير ليفربول الإنجليزية وان العديد طبعا منهم كان بيهاجم سيرخيو راموس على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا على تويتر. لسه برضو مع محمد صلاح، كمان الديلي ستار الانجليزيه وتصريح ليورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي عن محمد صلاح قال فيه ان مو صلاح اذكى من اي تاثر بالاخفاقين اللي عدى بيهم قبل كده. وكمان قال يورجن كلوب ان لاعب محمد صلاح لاعب فريقه بالرغم ان هو حقق في الموسم اللي فات طبعا زي ما انتم عارفين ارقام مذهله واحرز 46 هدف مع ليفربول ومع منتخب بلاده، الا ان الموسم اللي فات ده انتهى بخيبه امل كبيره وهي طبعا هم خسروا نهائي الشامبيونز ليج قصاد ريال مدريد الاسباني من في المباراه الاخيره دي طبعا وخروجه من المباراه بعد اصابته، وكمان اخفاق منتخب مصر في كاس العالم. وبرده مع ده شايف المدير الفني لليفربول يورجن كلوب ان محمد صلاح ما تأثرش، بالعكس ان هو احرز هدفين في ثلاث مباريات من ساعه ما ابتدى الموسم الجديد. وكمان قال ان هو شخص ذكي جدا، بيتكلم طبعا عن محمد صلاح ومش بيفكر في نهايه الموسم اللي فات، لا بيفكر في الموسم اللي جاي. كمان طبعا زي ما تابعتوا اكيد ليفربول لعب النهارده مع ليستر سيتي مباراه شارك فيها محمد صلاح اساسي، ليفربول فاز 2-1 سجل هدفين اللقاء ساديو ماني وفيرمينو. طبعا كل المصريين وكل العرب بيدعموا اكيد محمد صلاح، وكمان المدير الفني وجماهير ليفربول زي ما قلت لكم اكيد بتدعم محمد صلاح بشكل كبير جدا، وكمان كلنا عندنا ثقه فيه وفي امكانياته ان هو يقدر يحقق ان شاء الله الكثير في الموسم الجاي او الموسم الحالي اللي احنا فيه دلوقتي سواء مع ليفربول او مع منتخبنا الوطني الاول ان شاء الله. هنناقش بقى الكلام ده وكلام تاني كتير جدا خلال حلقتنا النهارده في كلام في الميديا، وان شاء الله يكون ضيفنا كمان النهارده استاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره. هنبتدي الاول باهم العناوين. طيب الاول عايزه اقول لكم ان احنا ان شاء الله هنتواصل معاكم عن طريق صفحتنا على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام، الصفحات اللي طالعه قدامكم دلوقتي بالاضافه طبعا لهاشتاج البرنامج كلام في الميديا. سريعا بقى نروح لاهم واخر العناوين. لجنة لائحة الأهلي تجتمع اليوم برئاسة الخطيب.
الخطيب يزور الفريق في الميران ويحثهم على متابعة النتائج الجيدة. الأهلي جاهز لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري. كارتيرون قادرون على تعويض المصابين في مواجهة الإنتاج. السولية يغيب عن الأهلي لمدة 4 أسابيع بسبب الإصابة. الأهلي يبيع باكا للسان داونز ويجهز للميركات الشتوي. خطاب جديد من وكيله والجبلية تمنح صلاح شهرة قيادة المنتخب لإنهاء الأزمة. البداية كالعادة في جولة سريعة عن أهم الأخبار والمنشطات اللي اتنشرت عن النادي الأهلي في الجرائد. الخطيب يشحن نجوم الأهلي من أجل القمة. التقى باللاعبين والجهاز في الميران وطالبهم بالاستمرار في النتائج الإيجابية. كارتيرون يجهز ناصر ومحسن. الأهلي يخطط لخطف الإنتاج ومواصلة الصدارة ويترقب قرعة الأبطال. كارتيرون سعيد بعودة الجماهير ولجنة الكرة تحسم الملفات المعلقة. الوطن. الأهلي يحشد قوته الضاربة للإنتاج ونصائح فنية لسعد ومعلول. الأخبار المسائي. الأهلي يجهز لميركاتو الشتوي. كارتيرون يعالج الأخطاء الدفاعية والفريق في معسكر للإنتاج. الشروق. 600,000 دولار للأهلي من بيع باكا لسان داونز. مشاركة سليمان أمام الإنتاج تتحدد اليوم. تعليمات خاصة للمدافعين. مؤمن قد يعود للتشكيل الأساسي والشناوي يعتذر عن مستوى أمام كامبالا. الأخبار المسائي. الوديات تجهز سلة الأهلي الموسم الجديد. من أهم منشطات الجرايد نروح بقى دلوقتي نشوف معاكم أهم اللي اتقال عن النادي الأهلي في مواقع الإنترنت. اليوم 7 لجنة لائحة الأهلي تجتمع اليوم برئاسة الخطيب. الشروق. يوسف وعادلي يمثلان الأهلي في قرعة دوري الأبطال. في الجول. كارتيرون. الأهلي قادر على تعويض المصابين في مواجهة الإنتاج. يلا كورة. السولية يغيب عن الأهلي لمدة 4 أسابيع بسبب الإصابة. الموقع الرسمي للنادي الأهلي. يوسف. سياسة التدوير مستمرة أمام الإنتاج. 1-3. عاشور وسليمان يخضعان لفحص طبي قبل ميران الأهلي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي. الأهلي يفتح الباب لحجز التذاكر الموسمية لمباريات الممتاز. سراج يشيد بأداء أهلي 2001 بعد الفوز على الإسماعيلي. الأهلي يتفق مع الروسي بيترسيف لتدعيم رجال الطائرة. منتخب الطائرة يضم 9 لاعبين من الأهلي لمعسكر بلغاريا. تؤى هشام تفوز بذهبية الكاراتيه في بطولة إفريقيا. هنبتدي اهم الاخبار مع اليوم 7. اليوم 7 اللي بيقول المفروض ان هيكون في جلسه او هتعقد لجنه المركزيه برئاسه محمود الخطيب. هتعمل اجتماع ظهر اليوم لمناقشه اخر المستجدات الخاصه طبعا بمقترحات اعضاء النادي الاهلي بعد ما اعتمد خلاص مجلس الاداره التعديلات اللي عملتها اللجنه المركزيه للائحه النظام الاساسي على مشروع اللائحه عفوا واللي هيتم التصويت عليها يوم 28 سبتمبر الحالي ان شاء الله. الشروق بتقول ان محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي وسمير عدلي المدير الاداري بيمثلوا النادي الاهلي في قرعه دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا يوم الاثنين اللي جاي. المفروض طبعا النادي الاهلي هيواجه وفاق سطيف الجزائري او حوريه كوناكري الغيني او اول اغسطس الانجولي. كمان في الجول قالت ان باتريس كارتيرون
صرح ان عنده القدره على تعويض الغيابات في الفريق واللي بسبب طبعا الاصابات، واضاف كمان كارت رون ان هو تابع كل مباريات الانتاج الحربي في الدوري وان هو بيسير بشكل كويس جدا في الدوري وان المباراه دي هتكون مباراه صعبه. يلا كوره قالت ان خالد محمود طبيب النادي الاهلي أكد أن عمرو السولية لاعب وسط الفريق هيغيب 4 أسابيع عشان يتعافى من إصابته، وطبعا السولية أصيب في مباراة النادي الأهلي كونفالا سيتي، أصيب بمزق في العضلة الضمة. نروح للموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال أن محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة صرح أن مباراة الإنتاج الحربي هتشهد استمرار سياسة التدوير، واللي طبعا بيتبعها الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة الأخيرة عشان يواجه ضغط المباريات وغياب العديد من اللعيبة بسبب الإصابة. كمان موقع وان تري قال ان محمد يوسف المدرب العام صرح ان حسام عاشور ووليد سليمان هيخضعوا للفحص الطبي النهارده قبل التمرين المسائي للفريق عشان يحسموا موقفهم من المشاركه في مباراه الانتاج الحربي بكره، وطبعا وليد سليمان اصيب بتورم في انكل رجليه في تمرين الغايبين عن مباراه النادي الاهلي وكونفالا سيتي، وكمان اصيب حسام عاشور في الظهر في مباراه النادي الاهلي وكونفالا سيتي. نرجع للموقع الرسمي للنادي الأهلي واللي أعلن أو قال أن النادي الأهلي أعلن عن فتح باب الحجز التذاكر الموسمية لحضور كل مباريات النادي الأهلي في الدوري الممتاز 2018-2019. قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن الحجز ده متوفر من دلوقتي في إدارة العلاقات العامة في مقر النادي الأهلي في الجزيرة عشان يحجزوا التذاكر الموسمية، والأسعار كلها متوفرة عند إدارة العلاقات العامة في النادي الأهلي. كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال أن أشاد أحمد سراج المدير الفني للناشئين بفريق النادي الأهلي 2001 بعد ما فاز الفريق على نظيره الإسماعيلي ب3 أهداف نظيفة في الجولة الأولى من بطولة الجمهورية في المباراة اللي أقيمت ما بينهم امبارح على ملعب النادي الأهلي في مدينة نصر. المفروض أن النادي الأهلي برضه هيواجه نظيره المصري بورسعيدي في الجولة الثانية يوم الجمعة إن شاء الله اللي جاي على الملعب الفرعي للجيش الثالث في السويس. نروح للموقع الرسمي برضو للنادي الأهلي لسه مكملين معاه. الموقع الرسمي قال أن صرح رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي أنه تم الاتفاق مع اللاعب الروسي سيرخي بيترسيف لمدة موسم عشان يدعم فريق الكورة كرة الطايرة رجال خلال الموسم الجديد بعد طبعا ما رحل التونسي شكري الجويني في نهاية الموسم اللي فات. قال ان اللاعب ان شاء الله هيوصل القاهره في منتصف الشهر الجاري عشان يخضع للكشف الطبي، وكان الفريق طبعا تم تدعيمه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، واضاف كمان ان كابتن محمود الخطيب كان حريص جدا على تلبيه كل احتياجات الاجهزه الفنيه في النادي الاهلي. كمان لسه مكملين معاكم مع الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي كتب ان المنتخب الوطني لكره الطايره ضم 9 لعيبه من فريق النادي الاهلي عشان ينضموا لمعسكر المنتخب في بلغاريا، واللي هيسبق طبعا المشاركه في كاس العالم، وبعد كده هتغادر البعثه لبلغاريا ان شاء الله النهارده، وهيقود المنتخب الوطني محمد مصلحي المدير الفني لفريق طايره النادي الاهلي. برضو لسه مكملين مع اخبار الموقع الرسمي للنادي الاهلي، وقال الموقع الرسمي ان هيلتقي فريق النادي الاهلي لكره اليد مع نظيره الاهلي البحريني النهارده الساعه 5:30 في تاني مباراه لي في بطوله القاسمي الوديه الدوليه على صاله الشارقه، والنادي الاهلي طبعا حقق فوز قبل كده على نظيره السعودي بنتيجه 31-14. لسه برضو مكملين مع اخبار الموقع الرسمي للنادي الاهلي، وتؤى هشام لاعبه الكاراتيه في النادي الاهلي فازت بالميداليه الذهبيه في بطوله افريقيا المقامه دلوقتي في رواندا عشان تواصل تالقها على المستوى الدولي وتتربع على عرش القاره السمراء في منافسات الكاتا. هنروح دلوقتي لزميلنا احمد كيوان مراسل قناه النادي الاهلي متواجد دلوقتي في تدريب الفريق الاول عشان نعرف منه اخر اخبار التدريب. ايه مساء الخير عليك. مساء السعاده عليك يا شيماء، اخبارك ايه احمد؟ عايز اعرف الله يخليك، عايز اعرف منك اخر اخبار فريق طبعا النادي الاهلي واخر اخبار التدريب اللي انت متواجد فيه دلوقتي. اكيد بالفعل بدا منذ دقائق التدريب المران الاخير قبل مواجهه الانتاج الحربي في الدوري المصري. النادي الاهلي بدا بدايه التدريب باجتماع فني كده مع اللعيبه من مستر كالتيرون. يمكن
ملامح الاجتماع كان يحس اللعيبه على بذل الجهد والعطاء المستمر منذ بدايه الموسم. خلاص النادي الاهلي تصدر الدوري المصري، حابب انه يكمل المسيره بلا هزائم بنتائج مميزه باستقرار في التشكيل، وكان في حميه كمان كانت في الكلام كانت واضحه جدا على ملامح مستر كالبيرون وهو بيتكلم مع اللاعبين، وبدا بعد ذلك التمرين من خلال الاحماء. ثم بعد ذلك اطمنا بقى على بعض اللعيبه اللي كانت قلقانه بالنسبه لعمر السوليه. اكدنا ان عمر السوليه طبعا اصيب في المباراه اللي فاتت، فعنده في الضمه هيقعد هيغيب عن الملاعب لمده 4 اسابيع. صحيح. كان قبل مران التمرين شيما كان في رامي ربيعه بيتمرن، كان بيبذل الاحماء يعني التاهيل الخاص بيه قدامه 3 اسابيع من 3 او 2 اسابيع ينزل التمرين مع الفرقه ويبدا يشارك. صحيح. كذلك باسم علي كان قبله بفتره بسيطه كان برضه بيجري التاهيل، برضه اطمنا عليه خلال اسبوعين ممكن ينزل ويكون موجود ضمن الفريق او ضمن التشكيله او ضمن التمرين حسب اختيارات المدرب. اما بالنسبه لجونيور راجاي لسه ملامح وجوده والتوقيت يعني التوقيت بالظبط امتى ينزل لسه مش موجوده عندنا المعلومه المؤكده لنزول جونيور راجاي الى الملعب. يمكن دي اهم الخطوط العريضه الخاصه باصابات اللاعبين. اما بالنسبه ملامح التشكيل بقى ابتدت تظهر من خلال تدريب النهارده؟ لسه ممكن يا شيما، ممكن لو يعني بعد التمرين بتبدا بقى يعني الكابتن مستر كالترون القايمه اللي هتخوض مباراه الانتاج الحربي. لكن لحد الان لسه والله يا شيما ما عندناش معلومه مؤكده عن التشكيل بشكل رسمي. صحيح. او قايمه الفريق بكره، لكن بالنسبه للتمرين اجواء مختلفه لانه سبق التمرين برضو بعض الجماهير او بعض الناس المحبه استاذنوا اداره النادي وكذلك الامن من اجل التقاط الصور مع بعض اللاعبين كواليد سليمان وكذلك احمد فتحي وكذلك ايمن اشرف. كان يعني موضوع كان بشكل ترفيهي لبعض الناس المحبه والمتيمه بشخصيه النادي الاهلي. وبعد ان شاء الله التدريب هيتجه النادي الاهلي بقى لفندق الاقامه المعسكر. بالتاكيد بالظبط، في فندق قريب جدا هيبقى متاح بالنسبه للنادي الاهلي قريب من استاد السلام، طبعا مش هنقول اسمه عشان الدعايه، لكن هو موجود في طريق صلاح سالم، هيبقى قريب جدا من ملعب السلام الذي يستضيف قمه جديده للنادي الاهلي غدا الساعه 9 في استاد السلام الانتاج الحربي، والنادي الاهلي في مهمه اكيد من مهماته المهمه. اكيد. احمد كمان عندك اي معلومات عن ال 5000 مشجع اللي المفروض ان هم يحضروا ان شاء الله مباراه الاهلي والانتاج الحربي بكره؟ هل ده هيتم توزيع مثلا دعوات من النادي الاهلي؟ هل اتوزعت خلاص ولا لسه؟ ايه اللي هيحصل؟ والله انا كنت مع الكابتن سمير عادلي وبتناقش معاه في الموضوع ده. هم بالفعل يعني عندهم نيه لطرح التذاكر بشكل دعايه الاول شكل مجاني زي ما انت ذكرتي كدعاوي، ولكن لحد الان لسه ما استقروش على الاماكن لان الوقت كان ضيق لاتخاذ القرار وتحضير الموضوع، لكن اظن ان الامور هتمشي بشكل اللي يناسب النادي الاهلي ويناسب جماهيره، واكيد ان جماهير النادي الاهلي هتكون سعيده بالخطوه دي وان شاء الله تكون بدايه وانواع جيده للدوري المصري الجماهير، لان احنا بنفتقد المتعه اكيد. انت شيما بتقولي مباريات كتير، الكره للجماهير فقط لا غير يعني اعتقد. صحيح. شكرا ليك احمد كمان زميلنا من النادي الاهلي دلوقتي من استاد مختار التتش. مشاهدينا معانا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه اخبارنا وفقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا.